رجل معروف في التاريخ اسمه ابن سينا، ورجل آخر اسمه ابن مسكويه. ابن سينا كان مغرورا، كان متكبرا، وكان يعلم بعض الشيء في الطب وما شابه ذلك. دخل عليه ذات اليوم في مجلسه ابن مسكويه، فنظر إليه ابن سينا متكبرا متبخترا متجبرا، وكانت بيده جوزة فرماها على ابن مسكويه. قال: قل لي ما مساحة هذه الجوزة؟ بالإهانة بالتكبر. التلاميذ ضحكوا على ابن مسكوي، فأخرج ابن مسكوي كتابا كان قد كتبه اسمه طهارة الأعراق، ورمى به إلى ابن سينا وقال له: أحسن خلقك أولا حتى أبين لك مساحة هذه الجوزة. ثم قال له: أنت بحاجة إلى تحسين أخلاقك أكثر مما أنا بحاجة إلى معرفة مساحة هذه الجوزة.